مساء الفل على الجميع. اولا انا بشكر الناس كلها اللي بعتت لي كومنتات لطيفه وناس اللي بتسال عليا وكلمتني. انا الحمد لله انا كويسه جدا وكله زي الفل ومفيش حاجه وحشه ان شاء الله. يعني انا بس طبيعي جدا زي اي حد بيمر بمشاكل، فانا ما كنتش حاسه ان انا زعلانه يعني، لا او زعلانه، بس بحاول ايه اطنش وابقى قويه واعدي واتعامل. فانا اوريدي كنت بتعامل وبشتغل وبروح وباجي، لكن الجسم نفسه كان من جواه فيه زعل. فانا دي كانت تجربه انا اول مره ادخل فيها، ان انا كنت بتغاضى عن الزعل وما كنتش عايزه اركز فيه، فاكتشفت ان الجسم نفسه زعلان. فبدات بتحصل لي حاجات غريبه جدا، وبدات اتخن وبدات شعري يقع وبدا يحصل لي حاجات كده زي الثعلبة يعني، بعد الشر على أي حد فيكو يعني. فدي كانت تجربة بالنسبة لي كنت حابة أقولها بعد ما اتعالجت، وبعد ما يعني قررت إن أنا يعني أظبط الدنيا وأفوق وإيه في إيه. فاكتشفت بقى فكرة إن الجسم بيزعل حتى لو أنتي مش واخدة بالك. فكان تجربة مهمة جدا، كنت مهمة احكيها للناس، لان كتير جدا كانوا بيقعدوا يقولوا لي انت ليه لابسة باروكة وانت ليه عاملة كده وانت. كانت رسالة البوست مش ان انا اقول انا تعبانة قد ما كنت عايزة اقول فيها كفاية يا جماعة التعليقات السلبية على الناس، سواء فنانين او سواء اي حد تاني، انتوا بتدمروا نفسية بني ادم ممكن يكون هو في مشاكل انتوا ما تعرفوش عنها حاجة. فالحمد لله وشكر ليك يا رب، والحمد لله انا يعني بتعافى وفوقت لنفسي وانا زي الفل، ويعني انا كويسة بيكم كلكم، بحبكم جدا، انا زي الفل الحمد لله.